اليوم حنشوف ان شاء الله، اليوم اوريكم وادي الحيط. وادي الحيط بعد الشفا شرق وادي الحيط. احنا نازلين له الحين الوادي، ما صورت الطريق ليه، لكن الحين نازلين له، نازلين للوادي. شو الصخرة هناك رائع. رائع. الحمد لله وصلنا الشفا، هذا الوادي وصلنا الفرع الشفا، بعدين نمشي بالشفا، نشوف الشفا. يا زينكم يا زينك، وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الوادي الحيط أظنه أجمل وادي في الودية الموجودة على يمين ويسار الشفا. احنا في الطريق الشفا الدائري الشرقي، الناس جايين هنا بخيام وجايين مرتاحين بعفش جمس، عارفين العقبات وعارفين. صورها لكم من الناحية الثانية الطريق الحين كويس. انا وقت شوية هنا، شو شو الاحجار هذه، القردة اللي بيرميوها، شو تخانقوا مع بعض. شوف الاحجار اللي على الطريق، القردة تعبت البلدية تنظف الطريق، يعني بيخلوك على كل 50 متر واحد ينظف الطريق، لكل 50 متر تقريبا واحد ينظف الطريق، يعني شيء خرافي العمل. شوف هنا يصلحوا الجلسة، خربوها القرودة أول أصلا، هي كانت كويسة الحين يصلحوها، يعني لها حديقة رائع. الله يجزيهم. وعندك على جنب هنا يبيع الفواكه، بيع ما أعرف إيش. هنا البيت الأزرق وفناء قرطبة، شو الجبل هذا كنا شفناه صراحة. ناقص التلج ويصير زي إفران، وإصلاح المباني، المباني لازم تكون راقية جدا زي فرن. برد 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 شديد اليوم، يوم الفجر الصبح البرد شديد. هذا الخط الدائري، احنا قربنا على الخط الشفا، خلاص نوصل الخط الشفا ونوقف التصوير الى غاية المرحلة الثانية ان شاء الله. شوف الشغل هنا، الناس شغالة، شغالة لصالح العام. وهذا هذا الناس شغالة. الله يعينك. السلام عليكم. كويس. الناس شغالة. السلام عليكم. ويجيك هذا المخلوق هذا يعمل لك مشاكل في الجلسات هذه، ما ادري نجاسة بولع ولا خط. شوف شوف الزبالة، يرموا الزبالة. قرودة حيوان والدين بوم، ما عنده، ما مستفيدين احنا منه ولا مستفيد الطبيعة. هذا وادي تنقد، وادي السد
هواء شديد برد، هذا كله هواء. وادي هذا من هنا، وادي السد، وادي تنقط مع جبال ومع كل حاجة. هذا الوادي، وادي اسمه وادي الحيط. الوادي هنا، كل هذا من هناك. الوادي رائع، في غابة، في جلسات، في شجار، جلسات عائلية، جلسات معرشيش، جلسات رائعة. شوف هنا جلسة، جلسة هنا رائعة. وادي الحيط، هذا الوادي تشوف فيه غريب. شوف الحجر هناك، الحجر هناك، الجبال. شوف الحجر كيف، سبحان الخالق. شوف واقف محطوط حط، حيوان. شوف كل جبل فيه قرودة متاعهم مستعمرين، يوم من الأيام يطردوا البشر. وهذا مصاحب معهم، هذا يتصاحب مع القرودة. أحيانا القرودة يخطفوا الكلب عشان يحرسوا. استغفر الله العظيم. هذه لفة لفيتها عشان أوريكم بس الدولة إيش تسوي للشعب. شيء رائع جدا، استراحة رائعة جدا، تيجي تجلس أولادك يلعبوا كل حاجة، يعني شيء رائع جدا. الطريق يبغى له جيب بصراحة، سيارتي أنا ما تنفع معها. جيب تريحك، تمشي 100%. الناس هنا عندهم مونيطات جيمس وجيبات، وانيت جيمس جيب. الجبل هذا شيء خطير جدا. شوف ما عنده الفور باي فور، ما في لعب فور باي فور. السلام عليكم. ما في الا الفور باي فور هنا على الاقل منحدر. هذا قدامك الوادي، النهر هذا يجري، النهر هنا يجري النهر. شوف يا سلام، يا سلام عليك. غنا نطلع هناك الحين، حنطلع فوق عقبة. المنحدر كويس لكن العقبة متعبة. شو الحجر هذا الثلاثي محطوط حط عن قرب. وهنا بدت العقبة، هنا عقبة. الله الله يستر. بس معقولة يكونوا العمالقة كانوا يلعبوا في الحجر هذا؟ معقولة كانوا بس يحطوا العمالقة يحطوا بيده كده حط. استغفر الله العظيم. الله أعلم. القردة بتصيح. جميل جدا، جميل صراحة. غابة وممكن يطلع لك نمر هنا ولا أسد، الله أعلم. الوادي هذا في عقبة الحرف، يبغى لنا نجي لها مرة ثاني. الحين ما عندي وقت، يبغى لنا عقبة الحرف أو الحرف أو الحرف، بس غالبا عقبة الحرف.
في جلسات يعني إيجار وكذا. رائعة، الوادي جميل جميل جدا. الوادي وادي الحيط جميل، يبغى لنا نجيب له ثاني. شو القردة يصيحوا. أوه أوه، هنا هذا